العلاقات بين مصر والإمارات نموذج لما يجب أن تكون عليه علاقات الأشقاء، وليس بخاف على أحد عمق العلاقات بين البلدين اللذين يتبادلان على المستويين الرسمي والشعبي تقديرا واعتزازا وتعاونا، كان دائما مضرب الأمثال. ودائما ما يردد قادة الإمارات أن مصر هي عمود الخيمة الذي ينبغي الحفاظ عليها حفاظا على الأمة بأسرها. تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات خلال الساعات المقبلة تأكيدا على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 40 عاما. وتحظى مصر بمكانة خاصة لدى الإمارات منذ قام مؤسس الدولة الشيخ زايد آل نهيان بإرساء وتطوير هذه العلاقات. ولم تتغير علاقات الإمارات بمصر طوال العقود الماضية، حيث كانت الإمارات من أولى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة 30 يونيو. إن فعلا العلاقة بين مصر وبين الإمارات علاقة قوية جدا، ودايما كانت بتتسم بالاتزان والود والاستمرارية. ده تاريخها من أول ما وضع حجر أساس العلاقات ديت المرحوم الشيخ زايد. ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي والتي تستمر يومين تأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. وترتكز مباحثات الرئيس السيسي مع قادة دولة الإمارات على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وآخر مستجدات الأزمة مع قطر. زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تأتي أيضا في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على الأصعدة كافة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.